بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، أمر آخر أيضا، وهذا أيضا في نفس المجال، في رومانيا بنت عمرها 10 سنوات أنجبت طفلا. هذه البنت متزوجة من ولد عنده 13 سنة. الجدة سعيدة جدا بهذا المولود، ثم لما رأت رأت استغراب الناس، قالت باللفظ قالت إن هذا هو سن الزواج الطبيعي في رومانيا. سن الزواج الطبيعي في رومانيا 10 سنوات. سن الزواج الطبيعي 10 سنوات. هذه الحادثة في أوروبا، في الغرب، ومع ذلك لم يتكلم أحد بكلمة، لا منظمة حقوق الإنسان، ولا منظمة العفو الدولية، ولا مجلس القومي للمرأة هنا، ولا مجلس تحرير المرأة هنا، ولا لم يتكلم أحد بكلمة. سن الزواج الطبيعي في رومانيا 10 سنوات، والبنت أنجبت وهي متزوجة وهي عندها 10 سنوات. لكن عندما يتصل هذا بالإسلام فهذا تخلف وهذا رجعية، ولا بد وأن يحارب. الحرب كلها موجهة للإسلام، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فعند ذلك كما نرى قانون الطفل الذي استخرج في الدورة السابقة في قانون الطفل، رفع سن الزواج 18 سنة تقليدا للغرب، سن 18 سنة، يعني قبل ذلك يبقى ده اسمه طفل، قبل ذلك اسمه طفل، وبالتالي ما ينفعش يتجوز الطفل قبل 18 سنة، قانون مخالف لشريعة الله عز وجل، لقول الله تعالى وللسنة والإجماع المسلمين. لكن لما يحدث هذا في رومانيا على مسمع ومرأة من العالم كله، لا كلام، بل الغرب يريد مثل ذلك. لو يستطيع الغرب أن يفعل هذا لمواجهة الانقراض لفعل، لأنهم يعلمون أنهم سينقرضون على بعد سنين، لأن كثرة قلة المواليد، عدم الزواج، يؤدي هذا إلى انقراض هذه المجتمعات فيما بعد. أما المسلمون عندهم خصوبة وليس عندهم زنا، عندهم أسرة، عندهم كثرة المواليد ولله الحمد والمنة، فيريدون تقليل نسل المسلمين. من الأسباب أو من الخطوات تؤدي نسل المسلمين رفع سن الزواج 18 سنة. رفع سن الزواج 18 سنة. أما لو بنت تزوج قبل كده فهذا سيؤدي إلى كثرة المواليد، هذا غير مطلوب. الحرب عبد الله هي حرب ضد دينك، حرب عليك وعلى دينك، فلا بد أن ننتبه. ولن ينجيني من ذلك إلا أن نعمل بديننا، وأن نستمسك بديننا، وأن ندعو إلى الله عز وجل، وأن نعرف من العدو فنعاديه، ومن الحبيب فننصره ونتبعه، والله سبحانه وتعالى المستعان. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن يعز أولياءه، وأن يجعل عاقبته للمتقين. اللهم آمين. قولوا هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.